اليوم حنا حاضرين كحزب اشتراكي موحد في هذه الوقفات الاحتجاجية إلى جانب مناضلات ومناضلين ديال الصف الديمقراطي والتقدم، إلى جانب مواطنات ومواطنين عاديين ديال هذه البلاد في العديد من المدن والقرى والبوادي، باش نعبروا بصوت واحد بأننا عينا منذ الاستقلال ديال بلادنا وحنا كنتظروا نبنيو الدولة الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية، دولة ديال المواطنة الكاملة وديال المعرفة، دولة ديال المساواة والدولة ديال صيانة الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية. مع حركة 20 فبراير اللي انطلقت في 2011 كانت جدد الأمل، ولكن الدولة عملت على التمويه، خرجت الدستور ديال 2011 بالفعل ما وصلش إلى مستوى دستور ديمقراطي للفصل الفصل الحقيقي ديال السلطات، وفي امكانيات ربط المسؤوليه بالمحاسبه باش يمكن لنا ما يبقاوش عندنا ناس مسؤولين اللي هما كينهبوا الخيرات. اللي بغى يطلع لشي مسؤوليه غيبدا يخاف. اذا كان عندنا القضاء مستقل وكان عندنا دستور ديمقراطي وكان عندنا الامكانيه الحقيقيه لربط المسؤوليه بالمساءله، ما كاينش هاد الشيء. 11 عام مورا انطلاق ديال حركه 20 فبراير انطلق الحراك الشعبي ديال الريف، خرجوا شباب بشكل سلمي، شنو المصير ديالهم؟ ضربوا ب 20 عام ديال الحبس. خرجوا صحفيين كيحاولوا يبينوا الريع والفساد اللي كاين في البلاد، عمر الراضي والريسوني راهم في الحبس. خرجوا التنسيقيات ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد كيقولوا حنا بلادنا محتاجه لمدرسه عموميه والتوظيف في الوظيفه العموميه باش نهضوا بالكفاءات المغربيه. المصير ديالهم هو السليخ. خرجوا المكفوفين تخلط ضربهم، خرجوا ذوي الاحتياجات الخاصه تخلط ضربهم، خرجوا الاطباء الممرضين. والدوله غاديه في منحه ديال النيوليبراليه المتوحشه وكتنصاع التوصيات ديال المؤسسات الماليه اللي مركعه البلاد ديالنا تحت الثقل ديال المديونيه وغاديه الخوصصه. واليوم هذا الورش ديال الوهم ديال الدوله الاجتماعيه هذا غير خداع، لانه شنو باغيين يديروا؟ عندهم الورش ديالهم ديال الاصلاح سماوه بين مزدوجتين ديال الاداره العموميه والمؤسسات العموميه، باغيين يخرجوا عليها الدمج ديال واحد 100 مؤسسه والتسريحات بالجمله من الوظيفه العموميه، والتوظيف خصهم بغاو يعمموه بالعقده باش تكون الهشاشه. اليوم تيجيو غير بالليله وضحاها وكيقول لنا الطب في المغرب ما غيبقاوش يقراو لنا 7 سنين 6 سنين، حيت حنا عوض اننا نرفعوا من المستوى خصنا نهبطوا المستوى باش غدا الاطباء ديالنا حتى اللي بغى يمشي لشي بلاد ما غاديش يتقبل، ما غاديش تكون عنده ليكيفالونس. بلاتي عافاك سمح لي نكمل. اليوم المدرسه العموميه حتى هي تعاني، لانه بلاص ما تكون عندنا مدرسه، لان هذا ورش اساسي مدرسه باش نكونوا الناس يكون عندهم معارف وقيام ويكونوا متحررين كيعرفوا ياخذوا الكلمه عندهم ثقه في النفس، ناس اللي يمكن لهم يخدموا راسهم وبلادهم. هاد المدرسه هرسوها فيها 10 صروعات كل واحد يقرا على حسب جيبه كيف قال لنا ذاك الوزير اللي كان داز. ولهذا حنا امام التخريب الممنهج للخدمات الاجتماعيه، ولهذا حنا خارجين ماشي فقط ضد ارتفاع الاسعار ولكن ضد تخريب يعني هذه الخدمات العموميه وضد الخوصصه وضد اغراق البلاد في المديونيه وضد يعني تراجع دور الدوله وان البلاد باغيين يبيعوها للخواص سواء الداخلين منهم ولا الاجانب. ما تنساوش تقلبوا على فلاش اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.